سعيد جدا بالتعاون مع شركة جوال. يعني شركة جوال هي شركة فلسطينية، وأنا الحقيقة كنت معني أنه أنا أعمل ألبوم فلسطيني من فترة طويلة. يعني أنا اعتمدت يمكن على بعض الأغاني السنجل الفلسطينية. المرة في استراتيجية عندي مختلفة، وحيكون التعاون استراتيجي مع شركة جوال، يعني مش رح ينتهي عند الأغنية اللي احنا عاملينها لشهر رمضان للوحدة الوطنية وللأمل والإصرار على الحياة لشعبنا الفلسطيني. وعاملين غيرها كمان الألبوم اللي هو عبارة عن 7 لـ 8 أغاني إن شاء الله. مش حتكون نهاية الأعمال، حنركز شوية على أنه نعمل هوية للأغنية الفلسطينية. وهي الشغلة أنا أخذت قرار فيها من زمان، لكن صار ظروف كثير. اليوم أصبح أنه بإمكاننا أنه إحنا نشتغل ونعمل، وشركة جوال معنا في هذا التعاون أنه تنتج مجموعة من الأغاني. بتعرف زي ما حكيت أنا في المؤتمر الصحفي، الواحد لما بيكون في بلده وبين أهله بحس بقيمته أكثر من أي مكان آخر. الأغنية الفلسطينية هي جزء من ثورتنا وتراثنا وحاضرنا وتاريخنا، فأنا حاسس أنه هذا الجانب مهم. بدي أتشكر شركة جوال على هاي الرعاية لهاي الأغاني، اللي إن شاء الله مش هتكون نهاية هذا العمل اللي احنا مشتغلينه، مش رح يكون يعني آخر عمل. يعني في شراكة استراتيجية بيننا أنه نحاول نعمل هوية للأغنية الفلسطينية، مش رح تتوقف عند هذا العمل. رح نكون يعني كل فترة هيك ننزل مجموعة من الأغاني أو بعض الأغاني الفلسطينية، لأنه شعبنا يعني بحب كمان الأغنية التراثية والأغنية الوطنية. إلها في داخلنا يعني حب وانتماء أكثر يمكن من باقي الفنون أو الأغاني اللي إحنا بنسمعها. فحابب أنه أنا أعمل من خلال هذا التعاون هوية جديدة للأغنية الفلسطينية بنماذج جديدة. يعني إحنا عاملين مجموعة من الأغاني عن بعض الرموز التراثية في فلسطين، زي ليا، عاملين عن الحارة الفلسطينية، عاملين مدلي، وراح نصور إحدى هاي الأغاني فيديو كليب إن شاء الله. يعني مجموعة من الأغاني، الكلمات لكلها لشعراء فلسطينيين، الألحان، التوزيع، كل اللي اشتغلوا في هذا الألبوم هم فلسطينيين. يعني إحنا كجوال شركة وطنية فلسطينية، إحنا يعني زرعنا في هاي البلد ونبتنا وكبرنا في هاي البلد. الفنان محمد عساف كمان فنان وطني فلسطيني ملتزم، صوت صاحب صوت جميل، له بصمة في الفن على مستوى الوطن العربي. تشرفنا بهاي الشراكة. هو لما قدم هذا الألبوم بست أغاني وطنية بتحكي عن الهوية الفلسطينية، عن التراث الفلسطيني، إحنا ارتئينا أنه من الشرف إلنا أنه نرعى هذا الألبوم. هذه واحدة من الشراكات. في شراكة تانية أنه جوال راح تقدم أغنية للشعب الفلسطيني هدية في رمضان، راح تكون بصوت الفنان الفلسطيني محمد عساف.